يا اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره تانية في الحياه في مصر، ولسه مكملين مع حضراتكم في حلقتنا الاستثنائيه بخصوص الذكرى الخامسه لثوره 30 من يونيو. وضيف الكريم اللي بيشرفنا بالتاكيد في الاستوديو السيد النائب اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنه الدفاع والامن القومي في البرلمان المصري. يا اهلا وسهلا بك يا فندم، بيشرفني بكل تاكيد. اهلا وسهلا. نبدا مع حضرتك بماذا لو، ماذا لو لم تكن هناك 30 من يونيو، كان ايه حالنا النهارده؟ في يوم حضرتك متذكر الانتخابات الاعاده بتاعت الرئيس اللي هو بتاعت المعزول محمد مرسي مع السيد فريق احمد شفيق. ويمكن في تقدير الموقف اللي كان في موجود في ذلك اليوم اتكلمنا عن ماذا لو. يعني ماذا لو والله طبعا السيناريو كان موجود، ماذا لو 30 يونيو، ماذا لو فاز ده او فاز ده. يعني وكان ليا يمكن كلمه بيتذكرها زملائي او ضباط الاصغر اللي كانوا معايا في ذلك التوقيت، قلت لهم هيحصل ايه السيناريو بالكامل. وكانت يعني اكيد مش نبوءه طبعا، يعني هي ليها علاقه بالمعلومات وخبره الواحد في المعطيات بتدي النتائج. وكان عندي تقدير ان الاخوان مش هيقعد اكتر من سنه. يا سلام. التقدير ده اتبنى علي، ودي اهم حاجه اقولها لحضرتك، يعني لا يملكون اي خبره في الاداره، لا يملكون الابداع، لا يملكون فكره حتى نضحك ازاي على الناس. بمعنى ايه؟ بس بيملكوا حلم السيطره. يملكوا، بس انا عارف المصريين برضو الناحيه الثانيه. يعني انا هقول لسيادتك لو ما كانش الاخوان استعجلوا في فكره محاوله السيطره على مفاصل الدوله، ما كانش ممكن المصريين ما كانوش يزوروا، مش كده؟ ليه؟ لان كانت الامور تبقى طبيعيه زي طبعا ما حصل في تركيا مثلا. طبعا على سبيل المثال. خطوه خطوه مش مره واحده. لكن هم الهجوم الشرس والنهم الغير عادي للسلطه ومحاولات الاستئساد والاستئثار بكل ما هو موجود في الدوله المصريه، بالاضافه للضغط اللي كان عليهم من الخارج من خلال الاتفاقات اللي تمت ما بين التنظيم الدولي للاخوان والولايات المتحده الامريكيه وتركيا وقطر الى اخره، فخلاهم يسرعوا وتيره السيطره، وده اللي كشفهم بسرعه. يعني اللي عمله الاخوان المسلمين هم انفسهم، لو كانت الدوله المصريه قعدت تحكي فيه 10 سنين كانش حد صدق، لكن هم انفسهم اللي عملوا كده، ان هم السرعه الغير عاديه. احنا كاجهزه عارفين المعلومات، لكن المواطن العادي ما يعرفش المعلومات. كان دايما حتى يقول لك انا انتخب محمد مرسي فانا بنتخب الدين، لو انت متذكر. طبعا انا انتخب محمد مرسي وناس طيبين وبتوع ربنا، طب ما نشوفه. كان في الاول صح كده، ده كان المفهوم عند ناس كتير. وانا على فكره مش بعيب هنا على الناس على فكره، بالمناسبه بالعكس، ما الناس ما تعرفش، يعني خارجه ما عندهاش معلومات، فهي ناس طيبه عايزه تجرب. طيبين. وبعدين الدين عندنا ليه، والدين عندنا وضع طبعا ليه وضعيه خاصه. لكن زي ما الدين ليه وضعيه خاصه، احنا المصريين الدين بتاعنا وسطي، وده اللي محدش بيفهمه، ده اللي محدش بيقدر يستوعبه. انت ازاي كده؟ عارف انت لما دايما احنا نقول احنا مصريين مختلفين، فانت ازاي كده؟ احنا ده حتى آل البيت يوم ما فكروا يهربوا من المواجهه بتاعت سيدنا معاويه الدولة الأموية، جم على مصر. الإمام الشافعي لما جه مصر غير فقهه بالفعل. صح كده؟ طبعا. فإحنا لينا تركيبة كده لوحدنا، تركيبة مصرية خالصة،